محمد الفقهاء وهو منسق الكتب الطلابي في جامعة بيرزيت. محمد صباح الخير، أهلا بك معنا. تحياتي إليك. يعني بالبداية الجميع يتساءل، الطلاب يتساءلون، الأهالي يتساءلون، الأساتذة يتساءلون، متى سيعود التعليم ومتى سيعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة في جامعة بيرزيت؟ يعني بداية صباحا جميعا، العودة يعني للتعليم حاليا مش مربوطة بسقف زمني معين أو لا، بقدر ما هي مربوطة في يعني المطالب اللي احنا مقدمينها على إدارة جامعة بيرزيت. نعم. احنا يعني حاليا احنا نعرض علينا أكثر من مبادرة. من مين هاي المبادرات؟ من عدة جهات، يعني من سواء من جهات يعني صديقة لجامعة بيرزيت زي مثلا جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت، من الأكاديميين من نفس الجامعة، من نقابة العاملين، من مبادرات مجتمعية، يعني نعرض عدة مبادرات. لحد الآن ما في موافقة ولا أي مبادرة، ندرس فيها المبادرات ونشوف كيف ممكن يعني أنتوا رفضتوا هذه المبادرات؟ يعني احنا حاليا لحد الان ندرس في المبادرات، ما اعطينا رد عليها. الجامعه رفضت مبادره الاسرى اللي احنا كنا معطين موافقه عليها للنقاش. رفضت مبادره من اسرى جامعه بيرزيت، ولحد الان احنا لهون وصلنا لاي شيء. هذه المبادره الاسرى انتوا كنتوا حاطين، انتوا وافقتوا عليها لكن اداره الجامعه رفضتها. صحيح، احكي لنا اياها باختصار محمد. مبادرة الأسرة كانت تحكي يعني يعني بمعنى اللي هو يعني إنه عماد شؤون الطلبة تقديم استقالتها للحفاظ على الجو العام داخل جامعة بيرزيت. ودكتور غسان الخطيب يعني دكتور غسان الخطيب يتنازل عن منصبه كمتحدث باسم الجامعة، يعني ما يبقى المتحدث الرسمي باسم جامعة بيرزيت. يعني أنتوا أبرز مطالبكم اليوم حتى يعني تفتح أبواب الجامعة إنه عميدة شؤون الطلبة تستقيل من منصبها، والمتحدث باسم الجامعة يعني يستقيل من منصب المتحدث باسم الجامعة. هدول المطلبين يعني بتشرطوا إنهم يصيروا وإلا ما بتفكوا الإضراب؟ إحنا المطلبين هم إقالة القائم بعمل شؤون الطلبة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة، لأنه هاي مبادرة الأسرة اللي إحنا ما رفضناها، فتحنا باب النقاش على أساسها وإدارة الجامعة رفضتها وما قامت بالنقاش فيها أبداً. نعم، طيب في حدا حكى إنه هذا يعني هو مش حدا، هو أحد أساتذة جامعة بيرزيت كل الاحترام له، كان معنا قبل قليل، قال إنه هذا الأمر مش منوط بإدارة الجامعة، مش هي اللي بتقيل يعني الأساتذة أو زي ما القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة من منصبه، إنه هذه الطلبات يرونها تعجيزية. كيف بتردوا على هذا الموضوع؟ هي صدقة مش طلبات تعجيزية، هي طلبات أتت نسبة يعني ظروف وعدة أشياء صارت معنا، منها أمور يعني بحسب قانون الجامعة تم الإخلال بها من الشخصين، مثال المتحدث باسم الجامعة اللي هو نائب رئيس للتنمية والاتصال، يعني ادعى أن الجامعة لا تحاسب أحد في رجال النظام إلا داخل أسوار الجامعة، مع العلم أنه لجنة النظام تنص على غير ذلك. لجنة النظام تنص على أنه تحاسب مفتعلي المشاكل داخل الجامعة وفي المنطقة يعني في محيط بلدية بيرزيت وخطوط المواصلات. فهو برضه هون أخطأ حتى في تعبيره، أعطى ذريعة على أي حدا ممكن يفتعل أي شيء بحق طالب خارج الجامعة. عملت شؤون الطلبة برضو في كثير أمور أخلت، يعني كثير أمور أخلت فيها داخل الجامعة، في شغل سواء في قيامها في فترة التقسيط، سواء في معاملتها للطلبة، في عرقلتها للنشاطات، في كثير تفاصيل. هاي كلها يعني أسباب واضحة، وإحنا يعني ما لجأنا لتسكير الجامعة كآخر حل. إحنا يعني في شهر 9 أضربنا 27 يوم. نعم. 27 يوم هذول كنا واقفين ممثلين الكتل دون إغلاق باب الجامعة يوم واحد. لأجل ضمانات على عدم تكرار اللي صار معنا في خلال الفترة الماضية في عرقلة نشاطات. لا 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 لا.
إلا أنه ما حققنا أي شيء. نعم. فالجامعة هي اللي أجبرتنا أن نروح لهذا المربع. طيب في هون الآن إشكالية محمد بأنه يعني الوقت بمر أكثر من شهر على إغلاق أبواب الجامعة، قد يضطر ذلك إلى أنه يعني يتمدد الفصل ويتم يعني أخذ أيام من العطلة الصيفية، وهذا يمكن يسبب مشاكل عند بعض الطلبة. القلق من ناحية التعليم وسير التعليم في الجامعة، قلق الطلاب، قلق الأهالي، ككتل طلابية بتشوفوا أنه في إمكانية لحوار في هذا الموضوع على الأقل، أو إيجاد مثلا مطالب معينة تكون مقبولة لدى جميع الأطراف؟ يعني كيف تنظروا للموضوع هذا؟ يعني الحركة الطلابية بالنسبة لها تعتبر أنه باب الحوار دائما مفتوح، وما بتسكر باب الحوار، وأي شيء في جامعة بير زيت أو أي مشكلة وأي أزمة ما بتنحل إلا عن طريق الحوار. إلا أنه إحنا حاليا فتحين باب الحوار لجامعة بير زيت، والإدارة نفسها ما حاورتنا إلا مرة واحدة، وكان ردها يعني زي صارم، رد صارم إلنا أنه هو يعني هذا خط أحمر غير قابل للنقاش. نعم. فإحنا منا إحنا فتحين باب الحوار طبعا دائما لإدارة الجامعة، و ممكن تدارك المشكله من خلال الحوار مع اداره الجامعه بشكل مباشر. يعني على الاقل الان انتم بتقولوا على الاقل بدنا حوار، وانه من بدايه الازمه ما قعدوا معكم الا مره واحده للحوار. مرتين، مره باستماع ومره رد. يعني حتى على مستوى حوار اداره الجامعه ما بتجلس معكم. اداره الجامعه كمرتين من غير وسطات، كاداره الجامعه جلست معنا مره واحده استماع، وفي اليوم اللي بعده جلست معنا جلسه رد. وفي الحوار كل شيء قابل للنقاش 100%. طيب شفتوا رسالة الدكتور حنا ناصر بالأمس، وجهها لإلكم الدكتور حنا، ويعني كانت رسالة مؤثرة، وقال بما معناه أمد إليكم يدي وهوية الجامعة لم ولن تتغير. ككتل طلابية كيف شفتوا رسالة رئيس مجلس الأمناء؟ يعني إحنا نرد على يعني رسالة ردنا على رسالة الرئيس. إحنا طبعا بالضبط احنا يعني دائما احنا برضه مدين ايدنا على الحوار وبقلب مفتوح، وما بنوصل ولا لشيء بدون يعني ما بنوصل ولا لشيء بدون حوار كامل متكامل بين جميع مكونات الجامعه. ردنا اللي هو احنا برضه حفاظا على هويه جامعه بير زيت، وحفاظا على ارثها التاريخي والوطني، احنا قمنا بهاي المطالب. المره مطالبنا مش نقبيه عشان تكون يعني قابلة يعني قابلة بهاي الطريقة مثلا لخلينا نحكي التنازل أو أو أو. مرة إحنا بعد سلسلة أحداث، بعد تعب يعني في نشاطات في قدمنا يعني قمنا في مطالبنا هاي. وبرضه برجع بأكد للدكتور حنا ناصر إنه برضه إحنا فاتحين باب الحوار معه بشكل مباشرة. نعم. المطالب مرة أخرى منعيدها ومنأكد عليها اللي أنتوا بتطالبوا فيها كحركات طلابية: إقالة القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة من المنصب، وإقالة المتحدث باسم الجامعة من منصبه كمتحدث. من منصبه، إقالة المنصب مطلبنا. نعم. بالإضافة لضمانات على قضية الاعتقال السياسي وعدم عرقلة أي نشاط طلابي. نعم. غير هيك ما فيش مجال لأي شيء آخر للنقاش معكم؟ حتى في هذا الموضوع احنا طبعا فاتحين نقاش. حتى في هذا الموضوع يعني فاتحين نقاش. فاتحين باب النقاش يعني برضه يعني ايمان منا من انه يعني واجب علينا فتح باب الجامعه والاستمرار العمليه التعليميه. بس اداره الجامعه ترفض حتى النقاش في هذه المطالب، ما بدها تتناقش معكم يعني اصلا في هذه المطالب. هذا هو اللي صار معنا، اداره الجامعه جلست معنا بس مره واحده وكان ردها هذا الموضوع خط احمر. طيب احنا كان معنا وزاره التربيه والتعليم العالي قبل قليل، يعني قالت انا ببشر الطلاب انه في عوده قريبه ان شاء الله للتعليم وانه ستحل الازمه. سمعتوا عن بوادر حلول، مبادرات معينه، بوادر من هذا النوع؟ يعني ما في اي مبادره جديده انطرحت علينا اللي ناخذ عليها اللي اخذنا عليها موافقه، فبعرفش وزاره التربيه والتعليم من وين جاب قرارها. تمام، شكرا يا محمد. احنا يعني بأسفنا وانه تضل هالأكيد العملية التعليمية مش مستمرة بجامعة بير زيت، نتمنى الأمور توصل إلى حلول ما بينكم كحركات طلابية نفخر فيها وكإدارة جامعة إلى حلول.
وتعود الدراسة قريبا، وأكيد أنتوا كمان يعني كطلاب حريصين إنه التعليم يستمر بالجامعة وإنه يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة. صحيح. نعم. 100%. شكرا محمد الفقهاء، منسق القطب الطلابي في الحركات الطلابية داخل جامعة بيرزيت، شكرا جزيلا لك.